هي الشيخ بسم الله. هي الأول. الأول الشيخ لالو أحمد شرقاوي بن أنس الأنفلاني. هي الأول هذا. أبوه درس في الصولتية وتخرج منها، ثم ذهب إلى لومبوك واشتغل هناك مدرسا ومعلما، وأسس مدرسة للأبناء والبنات فنفع الله به. تقديره ممتاز. هي تقديره ممتاز. محمد أمين صالح. بسم الله. سلم 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 إيوه. سلم. محمد أسامة محمد ذو الإحسان، طبعا هذا إندونيسي وده ماليزي. طلاب المواطنون لهم أيضا تكريم، وأكثر طلابنا بل كلهم ولله الحمد من المواطنين الذين يشار إليهم البنات، ولكن الرمز يظل رمزا. فهناك عدد من الطلاب لم يلحظ عليهم أي تقصير في جانب المواظبة على مدار العام الدراسي كاملا، لا غياب ولا تأخير ولا استهلاك، فكانوا قمة في الحضور، فلهم هذا الرمز التكريمي، وهو تكريم لكل المواظبين. الطالب محمد أمين صالح أحمد ثاني عالي. شهادة المواظبة وهدية. الطالب محمد أسامة محمد ذو الإحسان. الطالب محمد عبد الفتاح طالب. الطالب عياض أحمد فهمي الأنفناني. الطالب عبد الله بالي إدريس. الطالب ناصح محمد إرشادي. ما غاب طول السنة عارف نفسه يعني يقرأ بين شوي. الطالب محمود محمد إبراهيم مظهر. الطالب محمود محمد إبراهيم فين؟ الطالب مصباح الخير أحمد. الطالب سهيل محمد سليم. الطالب محمد يوسف رملي. محمد يوسف رملي. هذا مصباح. هذا مصباح. هذا محمد يوسف رملي. الطالب محمد سعيدي من تلك باء. الطلاب الذين كانوا في قمة الحرص والجد والاجتهاد وحصلوا على درجات فاقوا بها على أقرانهم، فهم أيضا من المكرمين. والآن ندعو الطلاب المتفوقين. الطالب محمد أمين صالح أحمد ثاني عالي. الطالب محمد أسامة محمد ذو الإحسان. على مالك لا تستعجل. الطالب أفخر الرازي أشهري علي حسيني. الطالب محمد محفوظ أمين الله أشعري. الطالب أحمد فياض سيف القهار طبراني. أحمد فياض. الطالب محمد عبد الفتاح طالب. الطالب محمد بالي إدريس. أحمد فياض موجود. الطالب محمد بالي.